خير. احنا ككنيسة عايزين الحقيقة نشكر كل شخص رفع القسيس سامح موريس في الصلاة في الأيام اللي فاتت وما زال بيرفعه. الحقيقة في محبة عالية قوي ظهرت من قلوب الناس من جوه مصر ومن بره مصر، وعايزين نشكر كل الناس اللي فعلا اتحدت بينا ككنيسة واتحدت بالقسيس محبوبنا، واحنا عايزين نطمنكم عليه. احنا نشكر ربنا ان ربنا سامع الصلاه، حاله القسيس مستقره وهو موجود في المستشفى في اوضه عاديه بياخد مكمل العلاج بتاعه، لكن الحاله مستقره وفعلا ربنا بيسمع الصلاه. وعشان كده عايزه في اللحظات ديت نتحد كلنا مع بعض نصلي للقسيس سامح ونصلي لكل الناس المرضى بمرض الكورونا. في ناس احباء لينا وفي ناس ما نعرفهمش، والرب عايز يزور ناس كتير في الوقت دوت. فاحنا جايين نقول له يا رب احنا عايزينك يا رب تضع حد يا رب للوباء دوت. خلونا كلنا نتحد مع بعض في اللحظات ديت، وانت في بيتك وانت في بيتك قول له انت الشافي، انت سامع الصلاة يا رب. دي الحقيقة انك انت يهوى رفا، انت الرب شفينا. مكتوب ان كل الذين لمسوك نالوا الشفاء، كل الذين لمسوك نالوا الشفاء، لان قوه تخرج منك يا رب لشفاء كثيرين وكثيرات. احنا جايين نرفع رب القسيس سامح يا رب بين ايديك، وجايين نسال ونقول لك يا رب كمل شفائه، كمل شفائه، حمايه عليه، حمايه على جسده وروحه ونفسه يا رب، حمايه من اي مضاعفات، لكن يا رب يخرج من المستشفى في ملء النعمة والقوة. احنا بنشكرك لانك سامع صلاتنا يا رب من اجله، وبنرفع كل احبائنا وبنرفع ناس كتير يا رب في الايام دي في الانتنسيف كير وعلى الفنتيليتر، وبيوت مليانة بمرضى اهلها قلقان عليها. تعالى زور البيوت، تعالى ضع يدك يا رب على مرضى كثيرين يا رب. كل كلمة يا رب، كل كلمة فيبرأوا، كل كلمة فيبرأوا. ونسأل من عندك إنك أنت اللي تضع حد للوباء دوت يا رب، أنت اللي تضع حد يا رب. إحنا مصدقين إنك تتمم كل مقصدك من خلال الهزة ديت، وجايين نقول لك يا رب، يا رب أنت وحدك اللي تأمر فيكون، أنت اللي تأمر يا رب فيصير. كل جهود البشر يا رب مهما كانت يا رب من غير يمينك القديرة ما نقدرش تعمل حاجة يا رب، لأنك أنت اللي ليك سلطان في مملكة الناس. نبارك اسمك يا قدير، نبارك اسمك لأنك بتسمع وبتستجيب. ليك يا رب كل المجد، أمين. عايزة أقرأ معاكم جزء من رسالة أفسس. صح واحد ومن عدد 15 بيقول بولس الكلمات ديات: لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. عايزة أشجعك خد لحظات تانية دلوقتي وانت في مكانك في المكان اللي انت موجود فيه، خد لحظات قدام ربنا قول له يا رب أنا عايزك تكلمني وعايزك تكلم كنيستك. احنا مش جايين نسمع عظة، احنا عايزين نسمع الرسالة اللي في قلبك لينا كأفراد،
ولينا يا رب ككنيسة وكشعب. يا رب خد حريتك، اتكلم باللي في قلبك، ودي لقلوبنا تتجاوب، ودي لقلوبنا تخضع. يا رب سيطر بروحك يا رب علينا، سيطر بروحك على كل كلمة يا رب. تكلم بما في قلبك لينا يا رب، تكلم بما في قلبك لينا. احنا عايزين نسمعك، احنا عايزين نطيعك، احنا عايزين نعمل اللي في قلبك يا رب. يا رب عشان كده حصرنا بالروح القدس، حصرنا بالروح القدس يا رب، محصرة لقلوبنا والأذهلنا والحياتنا. انت جاي تغير، انت جاي تشقلب الكنيسة في الأيام دي، انت جاي تدعونا لنحفر جبابا أمامك، انت جاي تدعونا يا رب ان الأرض تعد عشان يأتي المجد، عشان تأتي استجابة صرخة مجد يسوع. مبارك اسمك، مبارك اسمك، ليك يا رب كل المجد والشكر. أمين أمين. احنا في الشهر ده واخدين سلسلة عن القديس بولس الرسول، والسلسلة ديت رافعينها بشعار تكفيك نعمتي، لأنها من أشهر المقاطع في حياة بولس، تكفيك نعمتي. والأسبوع اللي فات الأسيس عزيز اتكلم عن بولس الرسول، بولس الرسول، واتكلم بولس التلميذ، اتكلم عن بولس التلميذ، واتكلم على صفات التلمذة في حياة بولس. والنهاردة أنا عايزة أكمل عن جزء مهم في حياة بولس، تعامل بولس مع روح الحكمة والإعلان، استقبال بولس لكل إعلانات الروح القدس بيعلنها لقلبه ولحياته. عشان كده في رسالة أفسس بيقول لهم أنا بشكر ربنا من أجل محبتكم، بشكر ربنا من أجل إيمانكم. عايز أقول لهم أنتوا مؤمنين حلوين، أنتوا كنيسة كويسة قوية، بس أنا في قلبي في صلاة مهمة قوي قوي ليكم، ومهمة لكل كنيسة، ومهمة لكل مؤمن. أنا بصلي إنه إله ربنا يسوع المسيح إنه يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفته، روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم عشان تعرفوا رجاء دعوته، عشان تعرفوا غنى مجد ميراثه في القديسين، عشان تعرفوا قدرته الفائقة من نحونا، أن يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفته. يعني إيه روح الحكمة والإعلان؟ روح الحكمة اللي بيخليك تحكم على الأمور صح، وكل حاجة تعلن ليك تعرف تحكم عليها صح، وتعرف تعيش الحقائق دي بطريقة مظبوطة. روح الإعلان معناها إنه يخليك ترى، يخليك تشوف، يخليك تشوف بعينيك الداخلية، يخلي ذهنك مستنير، يخلي قلبك مستنير. عشان كده بولس بيقول مستنيرة عيون أذهانكم. هو في عينين داخلية يا بولس؟ أيوة، دي أعمق قوي وأقوى قوي من العينين البشرية، دي مش بس بتشوف 6x6، دي بتشوف أبعد من كده بكتير. مستنيرة عيون أذهانكم علشان تستقبلوا الإعلان، عشان تتملوا بالإدراك، عشان تتملوا بالفهم. فرق كبير إنك تعرف مجرد بعقلك الأمور الروحية والأمور اللي عن الرب وعن المسيح، فرق كبير إنك تعرفها بعقلك، وفرق كبير إنك تدركها بإعلان. إنك تدركها بإعلان معناها إنك مش مجرد تبقى معرفة عقلية، لكن تتحول لمعرفة اختبارية في حياتك، تقدر ساعتها تدوقها، تقدر تلمسها، تقدر تفهمها، لأنك مليان بالإدراك ليها. زي مثلا فرق كبير ما بين إنك تبقى عارف إن ربنا بيحبك، معلومة في مخك، وما بين إنك تتملي بإدراك الحب فتغرق في الحب وتغطس في الحب وقلبك يشبع بالحب دوت. دي الاستنارة، ده الإعلان. فرق إنك تبقى عارف إنه ربنا قدير، عارف إنه ربنا كبير قوي، وفرق إن الروح القدس يعلن لك عن مدى قدرته الفائقة من نحونا، فتشوفه كبير قوي، عظيم قوي، لا يعثر عليه أمر، فتمتلئ بالإيمان، وتلاقي مستوى صلاتك يختلف، ونوعية صلاتك تختلف، لأنك بتطلب من إله أنت شايفه بعينيك الداخلية. يقول لهم أنا سمعت بمحبتكم، سمعت بإيمانكم، بس في حاجة مهمة أنا عايزة أصلي لكم ليها،
إنه إله ربنا يسوع المسيح يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفته، روح الحكمة والإعلان في معرفته. بولس أنت إيه اللي حصل في حياتك من خلال روح الحكمة والإعلان؟ إيه اللي جرى في حياتك وإنت بتستقبل فعلاً الإعلانات من الروح القدس؟ أنا عايز أقول لكم بولس من بداية مشواره مع المسيح، لما المسيح ظهر له في الطريق وسأله من أنت؟ فقال له أنا يسوع المسيح الذي أنت تضطهده. المسيح قال له الكلمات ديت، وأنا قد انتخبتك لتكون خادماً وشاهداً بما رأيت. أنت هتشهد باللي أنت شفته، وخدوا بالكم بقى من الحتة اللي جاية، بيقول له وبما سأظهر لك. أنا عايزك تشهد عن ما رأيت يا بولس، وعايزك تشهد عن كل الأمور اللي هأظهرها ليك. لسه في إعلانات كتيرة لحياتك، لسه في إدراك كتير، لسه في استنارة كتيرة، وبما أظهر لك. عشان كده بولس بيقول إنه أنا آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته، بالجملة كده بالجمع، ويقول لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. من كتر اللي الروح القدس أعلنه لي، من كتر الإعلانات اللي استقبلتها من الروح القدس، خاف علي أتكبر، خاف علي أنتفخ، فأعطيت شوكة في الجسد. روح الحكمة والإعلان في معرفته. عشان كده بولس من كتر معنية فتحت على المسيح بيقول كده إن هو بإعلان عرفني بالسر. أنا الإعلان عرفني بسر المسيح اللي بيخلص العالم، اللي بيخلص الإنسان إلى التمام. بيقول بإعلان عرفني بالسر. فغلطية واحد يقول لما سر الإله اللي أفرزني من بطن أمي أن يعلن ابنه فيا، أعلى للمسيح فيا للوقت لم أستشر لحما ودما، للوقت لم أستشر لحما ودما، ده أعلن ابنه فيا علشان أبشر به. وعشان كده يقول لأهل غلطية إنه الإنجيل اللي أنا بشرتكم به أنا ما استلمتوش من إنسان، ده بإعلان يسوع المسيح، إعلان يسوع المسيح. من كتر ما بولس شاف المسيح، من كتر معنية الداخلية استنارت ليرى، ليرى يسوع، ليرى المخلص، ده حوله من أكبر مضطهد للكنيسة لأعظم كارث بالإنجيل. حصل تحول في حياته 180 درجة، من شخص بيضطهد الكنيسة لشخص بيكرز بالمسيح اللي كان بيضطهده. بولس لأنه شاف المسيح، لأنه أدرك السر المكتوم منذ الأزل، لأنه أدرك المخلص وأدرك الصليب، الصليب اللي كان بالنسبة له عار، اللي كان بالنسبة له جهالة، يقول كده في كورنثوس واحد، في كورنثوس الأولى واحد، يقول لأنه كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اللي أنا كنت منهم، لكن عندنا نحن المؤمنين هي قوة الله للخلاص. أنا شايف قوة الله للخلاص في الصليب، أعلن لي الصليب اللي كان بالنسبة لي جهالة. يقول كده في كورنثوس الأولى 2، يقول لهم أنا لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. في غلاطية 6 يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. إيه ده يا بولس؟ إيه ده؟ إيه كل اللي أنت بتقوله دوت عن المخلص وعن الصليب؟ قال أنا كنت بحتقر اللي بيتبعوا المصلوب، أنا كنت بحتقر اللي بيصدقوا في الصليب، أنا النهاردة بفتخر بالصليب. أعلن ليا قوة الخلاص، أعلن ليا إن أنا صلبت معاه، إنه إنساني العتيق صلب معاه، أعلن ليا الفخر اللي ليا في الصليب. روح الحكمة والإعلان في معرفته. من كتر ما أعلن لي يسوع، من كتر ما أعلن لي صليب المسيح، بولس على طول بقى شايف نفسه في المسيح، في المسيح. عشان كده عبارة في المسيح تلاقوها في رسائل بولس كتير قوي، 164 مرة يقول أنا في المسيح، أنا شايف كل بركة، كل حركة، كل فكر، كل تصرف في المسيح، زي ما يسوع قال لتلاميذه أنا فيكم وأنتم فيا، بيقول في المسيح. عشان كده يقول إنه الذي باركنا بكل بركة روحية في المسيح الذي فيه لنا الفداء. شايف عينيه اتفتحت، عينيه اتفتحت، فرق كبير
انك تسمع وانك ما بين انك تسمع وما بين انك تشوف. فرق كبير انك تعرف الحقائق الروحيه وتعرف يسوع بعقلك، وما بين انه عينيك الداخليه تستنير فترى المسيح بحقه حقيقي، ترى المسيح بحقه حقيقي. ايه اللي اعلن لك يا بولس؟ بيقول ده انا ما فيش وقت انا هقول ايه ولا ايه ولا ايه على اللي هو اعلنه لي. بيقول انا اعلن لي عن قداسته، انا شفت القداسه، انا شفت يعني ايه هو بيكره الخطيه، انا شفت يعني ايه هو لا يطيق الاسم والاعتكاف. عشان كده في كورنثوس الاولى 1:30 يقول انه يسوع المسيح صار لنا حكمه من الله وبرا وقداسه وفداء. قال انا شفت القداسه، شفت القداسه، وده اللي خلاه لما شاف قداسه المسيح، لما عينيه فتحت على القداسه شاف حقيقه نفسه. انت كل ما تقرب من النور تشوف قد ايه الضلمه اللي في حياتك واللي كانت موجوده في حياتك تشوف نفسك على حقيقتها. من كتر ما قرب من النور وشاف النور، من كتر ما قرب من القداسه، قال كده عن نفسه، قال انه المسيح يسوع قد جاء الى العالم ليخلص الخطاه الذين اولهم انا. قال ده انا كنت خاطي قوي قوي، انا شفت حقيقه نفسي لما شفت قداسته، ده انا كنت مفتري، انا كنت مضطهد، انا اول الخطاه اللي المسيح جاء من اجلهم. وبسبب انه راى انه يسوع المسيح صار لنا برا وقداسه وفداء، عشان كده تلاقوا بولس يوبخ الخطيه بقوه، يوبخ الخطيه بشده. لما شاف رياء في حياه بطرس، لما لقى بطرس قدام اليهود بياكل معاهم، ولما جم ناس من عند يعقوب ابتدى يفرز نفسه علشان ما ياكلش مع الامم، بولس ما قدرش، بولس ما قدرش، وبخه قدام الجميع، انت كده يا بطرس مرائي، انت كنت بتاكل مع الامم، ليه لما جه ناس من عند يعقوب دلوقتي افرزت نفسك؟ بولس انت مالك شديد كده قوي؟ قال انا شايف القداسه، انا شايف هو لا يطيق الالتواء، لا يطيق ان احنا نبقى مرائين، ما يقدرش، ما يقدرش، منزه عن الخطا. عشان كده بولس هو بيكتب في غلاطيا 5 بيقول خدوا بالكم من اعمال الجسد، خدوا بالكم يا مؤمنين من اعمال الجسد، لانه اعمال الجسد زنا ونجاسه ودعاره، اعمال الجسد تحزب وشقاق وسكر وحسد، الذين يفعلون مثل هذه لا يدخلون ملكوت السماوات. يحط لستة، لستة، ويحذر الكنيسة منها ويحذر المؤمنين منها. في غلاطيا 5 اسمعوا بيقول ايه، عشان الحتة دي يا جماعة وجع قلب ربنا قوي، الحتة دي الروح القدس عايز ينادي بيها بقوة. تخيلوا عايز ينادي بيها للكنيسة وللمؤمنين وللخدام مش بس الأهل العالم. بولس في 5 في غلاطيا 5 بيقول يسمع مطلقا انه بينكم زنا، يا خبر يا خبر، وبيقول لهم الغريب ان انتم منتفخون بالحري اللي كنتوا لازم تعملوه، انه بالحري انكم تنوحوا، تنوحوا، ما تبطلوش تعيطوا، ما تبطلوش تبكوا، ما تبطلوش تصرخوا، ما تبطلوش تتوبوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا. انتم منتفخين وبتفكروا في حاجات مختلفة، انتم لازم تنوحوا على الذي فعل هذا عشان يرفع من وسطكم. يسمع انه بينكم زنا، بيسمع انه في الكنيسة في زنا، انتم لازم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا. ويكمل في كورنثوس الأولى 6 ويكمل يقول اهربوا من الزنا. انت بتكلم مين يا بولس؟ بكلم المؤمنين. انت بتكلم مين يا بولس؟ انا بكلم الخدام، بقول لهم اهربوا من الزنا. خدوا بالكم كل خطيه يفعلها الانسان هي خارجه عن الجسد، لكن اللي بيزني بيخطئ لجسده، وانتم مش عارفين انه جسدكم يا مؤمنين هو هيكل للروح القدس، اهربوا من الزنا. كنا بنصلي مجموعه يوم الأربعاء اللي فات، وإحنا بنصلي شعرت بحزن عميق في قلبي، قلت له يا رب في إيه؟
ربنا أخذنا في سكك من التوبة. توبوا عن نفسكم وتوبوا عن الكنيسة واحفروا الوادي جبابا جبابا، لأنه في أمور كتيرة مستخبية في حياتكم وفي أرض الكنيسة. احفروا الوادي جبابا جبابا لأني لا أعود أكون في وسطكم إن لم تنزعوا الحرام. لا أعود أكون في وسطكم إن لم تنزعوا الحرام. من الأمور اللي خلتنا نبكي كتير والأحزنتنا كتير لما أدركنا، إحنا كتير بنسأل ربنا وناس كتير بيتساءلوا معنا، فين كل وعودك؟ فين كل وعودك؟ أنت وعد بأمور عظيمة قوي، أنت عمال تقول لنا أنك هتصنع آيات لم تخلق في كل الأرض، أنه سما مصر هتشوف آيات وعجائب، أنه أنت صانع أمر جديد إحنا ما نعرفوش خالص، أنك بتقول أنه هيحصل انفجار في الشفاء، أنه العرج يمشون والعمي يبصرون وموتى هيقوموا في مصر. في ناس بيقولوا فين الكلام ده؟ وإحنا مرات بنتسأله، بنقول له يا رب إحنا انتظرنا كتير ولقيناه بيقول لنا بوضوح، لأننا بيقول لنا بوضوح الكنيسة لازم تصرخ وتطلب روح الحكمة والإعلان فيعلن ليها القداسة، عشان تعرف مستوى القداسة، عشان تعرف يعني إيه أنا قدوس. ونوحوا، نوحوا على الزنا، نوحوا على النجاسة، نوحوا على النميمة، نوحوا على الانشقاق والتحزب، نوحوا على الغيرة والكبرياء والحسد. نوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا، عشان الأمور دي ترفع من وسطكم، عشان أرض الكنيسة تتنظف، عشان تشوفوا المية وهي جاية تملى الحفر وتملى الجباب اللي انتوا بتحفروها. مش أنا اللي متأخر عن إتمام وعيدي، مش أنا اللي متأخر عن الصرخة اللي بتصرخوها مجد يسوع، أنا عايز أجيب مجدي، لكن أنا لن أستطيع أن آتي بمجدي لأمة الكنيسة فيها مش مقدسة، لأن أنا بعكس مجدي من خلال الكنيسة. لن أستطيع أن أستأمن كنيسة على مجدي إن لم تكن مقدسة. عشان كده بولس من كتر ما شاف القداسة، من كتر ما قرب من القداسة صرخ اهربوا، مش بيقول بطلوا تعملوا كده، قال اهربوا من الزنا، اهربوا من الزنا، اهربوا من النجاسة، اهربوا من أعمال الجسد. كفاية سكر، كفاية تحزب، كفاية انشقاق، كفاية نجاسة بينكم ودعارة، اهربوا من الأمور دي وخلوا الكنيسة المسيح دفع فيها ثمن غالي، لأنه هو قدوس ولا يستطيع أن يأتي بحضوره غير في كنيسة مقدسة وبلا عيب ولا غضن أو شيء من مثل ذلك. دفع ثمن غالي قوي علشان يطهرها بدمه، وقال لها تستهلي، تستهلي أني أذهب للصليب من أجلك، تستهلي أني أغسلك بدمي، تستهلي أني أدفع فيك ثمن مش فضة ولا ذهب، لكن أدفع فيك دم كريم بلا عيب عشان تكوني مقدسة وطليقي بالقدوس، عشان تكوني مقدسة يا عروس وطليقي بعريسك القدوس، عشان أستأمنك على مجدي لما تصرخي مجد يسوع أأتي بمجدي، عشان أستأمنك على آياتي وعجائبي، عشان أستأمنك على حضوري، عشان تختبري حضور لم يخطر ليك على بال. تقدسوا لاني غدا اصنع في وسطكم عجائب. خد بالك اللي بيخلينا كافراد وككنيسه نعرف نتقدس، كل ما بنقرب منه وتستنير عينينا بروح الحكمه والاعلان فنرى القداسه، فنرى القداسه. الملائكه لان هم طول النهار واقفين قدامه شايفين قداسته، جبرائيل لما ظهر لزكريا قال له انا جبرائيل الواقف امام الله. يسوع قال عن الأطفال إنه ملائكتهم في السماء ينظرون وجه أبي الذي في السماء. عشان كده الملائكة لما أشعيا شاف رؤية لله أزياله بتملأ الهيكل وجالس على العرش، الملائكة لقاهم هذا بينادي ذاك وعمال يقول قدوس قدوس قدوس، عمال يقول قدوس قدوس قدوس، عشان شايفين القداسة. كل ما بنقرب من القداسة، كل معنينا بتتفتح عليه بروح الحكمة والإعلان، بندرك حقيقتنا ونلاقي نفسنا مش عارفين غير إن إحنا نتوب ونصرخ صرخة أشعيا ويل لي إني هلكت،
أنا إنسان نجس الشفتين، أنت نبي، أنا قدام قداسته شفتني نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين، وما قدرش غير إنه يتوب ويجي ملاك بجمرة من على المسبح عشان يلمس شفتيه. أنت مش بتتقدس كده من نفسك، الكنيسة مش بتتقدس من نفسها، الكنيسة كل ما تقرب من النور الضلمة اللي فيها تتفضح، كل ما تقرب من قداسته ويعلن ليها قداسته، كل ما تنوح، كل ما الكنيسة تنوح على الخطايا اللي معاش عايشة في وسطيها، على الثعالب الصغيرة اللي دخلت في وسطيها. يا أحبائي، لن نرى المجد دون كنيسة مقدسة، لن يأتي المسيح بحضوره اللي احنا بنصرخ له ليه من غير كنيسة مقدسة، من غير ما نحفر الوادي كبابا كبابا ونطلع 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 الأمور المستخبية ونطلع الأمور المستخبية. عارفين مشكلة داود في خطيته؟ مشكلة داود في خطيته إن هو لما زنى مع امرأة أوريا الحسي، الحاجة اللي حاول يعملها اللي كان شاغلة باله إزاي يخبي اللي عمله عن أنظار الناس. هو ده ما يشغل بالك يا داود؟ هو ده اللي فارق معاك؟ إزاي أداري على اللي أنا عملته في عينين الناس فما حدش يشوفني؟ فلما امرأة أوريا الحسني بعتت له وقالت له أنا حامل، كان هيتجنن. إزاي أخبي الخطية ديت؟ إزاي أخبيها؟ بعد جاب جوزها أوريا من الحرب وقال له أدخل إلى بيتك عشان يبان أن الطفل ده طفله. وأوريا مصر ما يخشش لبيته، يحاول معاه ما بيخشش، يقول له ما ينفعش يبقى شعب الرب في حرب وأنا أخش بيتي. فعمل إيه؟ أنا أصلي لازم أداري على اللي أنا عملته، أنا مش ممكن أخلي حد يعرف أنه الملك والنبي عمل كده، مش ممكن. حداري حداري حداري، دي المشكلة. ارحمنا يا رب، ارحمنا انه خوف الناس اللي يملانا مش مخافتك، ارحمنا انه يبقى فارق معانا انه الناس ما تعرفش. فعمل ايه؟ الحقتله واتجوزها ويبان اني انا الاب الشرعي للطفل دوت. داود داود، انت تقدر تضحك على كل الناس، تقدر تضحك على كل الناس، تقدر تضحك على الانبياء، تقدر تضحك على رجال الحرب وقادة الحرب، تقدر تضحك على الخدم اللي عندك، بس ما تقدرش تضحك على ربنا، لأنه يرى في الليل كما يرى في النهار، لأنه ليه عينان تخترقان أستار الظلام. وانت عارف أنه الابن ده ابن غير شرعي، وعشان كده يقول الكتاب وساء في عيني الرب ما فعل داود، ساء في عيني الرب ما فعل داود. داود هتضحك علي أنا؟ هتضحك علي أنا؟ ومش هقدر أسمع لصلاتك من أجل الطفل داود، الطفل ده هيموت، مش هقدر أسمع لصلاتك من أجل الطفل داود. المشكلة الكبيرة إنه خوف الناس هو اللي مالينا مش مخافة الرب. أنا بصلي ليا، بصلي لكل واحد من ولاد ربنا، بصلي للكنيسة كلها في أرض مصر وبرا أرض مصر، وبصرخ وبقول له يا رب رجع علينا مخافتك، رجع علينا مخافتك، خلينا نعرف نرجع تاني ننوح على خطايانا، نرجع ننوح على نجاستنا وعوجاجنا وطرقنا الغير مستقيمة وتعلبنا تلعبنا يا رب مع الفلوس، نرجع نتوب عن اللي حصل في بيوتنا من كراهية ومرارة وعدم غفران وخيانة ونجاسة. ارحمنا يا رب، ارحمنا، مش عايزين نعطل مجدك، مش عايزين نعطل مجدك يا رب، مش قادرين نكمل يا رب واحنا مش شايفين مجدك في وسط الكنيسة والبلدنا. مصر محتاجانك قوي، شعب مصر غلبان ما يعرفش يمينه من شماله، بيعبد إله غيرك ومحتاج لك، متأسفين عشان كنيسة يا رب معطلة مجدك،
متأسفين عشان الكنيسة بتفكر إزاي تداري عن عينين الناس، مع إن أنت ليك عينين تخترقان أسرار الظلام. ارحمنا 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 ارحمنا. عبر البشرية ناس كتير حاولت إزاي تخبي. مش غريب على الإنسان إنه بيعمل كده، ومش غريب على ناس لغاية دلوقتي بتعمل كده، إنه بنفكر إزاي نخبي. ده اللي عخان عمله. اللي عخان عمله إن هو لما أخذ من الغنيمة بص، وربنا محرم الغنيمة، بص يمين وشمال حد شايفه لأ، فخبى. خبى لسان الذهب والرداء الشنعاري اللي أخده، خباه. عخان عخان، أنت بتخبي عن الشعب، أنت بتخبي عن المقاتلين، ليه مش بتبص لفوق يا عخان؟ ليه مش بتبص لفوق؟ ربنا بيقول لك أنت ليه مش بتبص لفوق؟ أنت مخبي عن مراتك، مخبي عن ولادك، بس أنت ليه مش بتبص لفوق؟ أنت ناسي إنه في جهة مهمة فوق، ويجي الشعب ينهزم قدام بلد صغيرة اسمها عاي، ويشوع يسقط على وجهه قدام ربنا. إزاي تخلينا نكسب أريحة لأسوارها شاهقة وعالية، وأسوارها وأبوابها متينة، وننهزم قدام بلد صغيرة؟ ربنا قال له قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ هو فكر أنا الخايف في، أنا في وسطك حرام، ولا أعود أكون في وسطكم إن لم تنزعوا الحرام. لا أعود أكون في وسطكم إن لم تنزعوا الحرام. مش حاضر أكون في وسطكم. تقدسوا تقدسوا، لأني غدا أصنع في وسطكم عجائب. كل باب نصرخ ونقول له روح الحكمة والإعلان يا رب، اللي بولس صلاها لكنيسة أفسس، الصلاة بتاعت بولس دي يا رب لكنيسة مصر مش بس لكنيسة أفسس. احنا عايزين روح الحكمة والإعلان في معرفتك، نرجع نشوف القداسة، نرجع نشوف يعني انت قدوس. ما تقدرش تساوم مع الخطية، ما تقدرش تقول زي بعض وحاجب مجدي، ما تقدرش ما تقدرش. خدوا بالكم، داود طول معنيه كانت مفتوحة على الرب لأنه نبي ممتلئ بالروح القدس. طول معنيه كانت شايفة ربنا، طول معنيه كانت شايفة إن هو كلي الوجود، إنه موجود في كل مكان، إنه ليه عينان تخترقان أسرار الظلام. كان ضميره حساس، كان شايف، كان عينيه مفتوحة شايف. وعشان كده في مزمور 139 يقول له يا رب قد اختبرتني وعرفتني، عرفت فكري من بعيد قبل ما الفكرة لسه أفكرها أنت عرفتها، ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها، من خلف ومن قدام حصرتني، جعلت علي يدك. يقول له عجيبة هذه المعرفة، مش معقولة أنت شايف إزاي للدرجة دي، أنت كلي الوجود للدرجة دي، أين أهرب من روحك؟ من وجهك أين أمضي؟ إن صعدت إلى السماوات أنت هناك، إن فرشت في الهوية أنت رب موجود فيها، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. إنما الظلمة تخشاني، لكن الظلمة بتنير عندك يا رب. الليل كالنهار يضيء، الليل كالنهار يضيء. عينيه كانت مفتوحة يا جماعة، كان شايف، عشان كده كان ضميره حساس. وزي ما سمعنا الأسبوع اللي فات من القسيس عزيز، ضميره حساس لدرجة قلبه لام، ولم أخذ جزء من ثياب شاول عشان شاول ده مسيح الرب، مع أنه كان واخدها بقصد كويس. يقول له السيف اللي قتل اللي أخذ جزء من ثيابك كان ممكن يقتلك، أنا مش عايز أقتلك، أنا مش عايز نكون أعداء. قلبه لامه، بس أول معنى غمضت، أول معنى نزلت من على القدوس، أول معنى نزلت ما بقاش مستقبل الإعلان عنه، اتعمى اتعمى. عشان كده زنى وقتل وعادي بيروح الهيكل وبيقود الناس في الصلاة. صور عارف لما عادي بقى تكون طول النهار بتفرج على برامج روحية وبتروح الكنيسة وبتخدم عادي، وربنا يبعت له النبي والنبي يختلق قصة عشان محرج يواجهه مباشرة، وطول القصة داود مش فاهم انه بيتكلم عليه، ويقول له في راجل غني مرضاش يقتل حاجة يذبح من اللي عنده لما جاله ضيف، واخد النعجة بتاعة الراجل الفقير. وداود عينيه معمية، عينيه معمية، أصلك بعدت عن النور فما بقيت الشايف، أصلك بعدت عن القداسة فما بقيت الشايف. يا داود عينيك بقت معمية،
لدرجة يقول له هو الراجل ده في مملكتي. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا داود، أنت تعميت للدرجة دي؟ قال له هذا الرجل في مملكتي، هذا الرجل ينبغي أن يقتل، كمان بتحكم عليه؟ قال له أنت هو الرجل، جرى إيه؟ أنت ليه تعميت كده؟ أنت ليه بعدت عن النور كده؟ ربنا عايز يقول للكنيسة، أنت ليه تعميتي كده؟ ليه بعدتي عن القداسة كده؟ ليه بطلتي تطلبي روح الحكمة والإعلان في معرفتي؟ ليه ما بقيتيش مفتوحة للروح القدس؟ وقال له أنا أخطأت. قال له الرب رفع عنك خطيتك، واللي خلاه يعرف يتوب. خدوا بالكم من الحتة ديت، عشان إحنا مرات كتير مش عارفين نتوب، مشكلتنا مش عارفين نتوب. اللي خلاه يعرف يتوب لما عينيه اتفتحت وشاف قداسته، وقال له بقى ساعتها تاب التوبة العميقة، التوبة الحقيقية اللي بدموع، وقال له أنا قبل ما أخطأ في حق أوريا أو مراته أو في حق شعبي، أنا إليك وحدك أخطأت، أنا غلطت في حقك أنت أكتر واحد، أنا غلطت في حقك أنت أول واحد، عشان أنت القدوس، عشان أنت اللي مالي الكون، عشان أنت اللي شفت في الليل زي ما بتشوف في النهار، عشان أنت اللي شفت لما أنا حاولت أخبي الخطية، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك. أنا عملت الشر قدام عينيك يا رب، أنا غصتك وأنا بعمل الشر قدام عينيك. وقال له متفضلك اغلق فيا قلب نقي من تاني، عايز الضمير الحساس من تاني، رجع لي بهجة خلاصي وروحك القدوس. أول مرة في الكتاب المقدس في مزمور 51 يتقال على الروح إن الروح القدس، تملي كان بيتقال عليه روح الرب، روح الله، الروح. قال له ده الروح القدوس، ده اللي بيقدسني، وده اللي بيخليني أشوف، وده اللي بيخليني أعرف. روحك القدوس لا تنزعه مني. منادى في قلب الرب، منادى في قلب الرب إنه نصلي الصلاة اللي بولس صلاها، ونقول له رب ادينا روح الحكمة والإعلان في معرفتك، رجع لنا تاني رؤية قدستك، فنحفر الوادي جبابا جبابا يا رب. والأمور المستخبية، هفضل أقول الأمور المستخبية، الأمور المستخبية في بيتك، الأمور المستخبية اللي وانت لوحدك، الأمور المستخبية في شغلك، الأمور المستخبية اللي في جيبك، والأمور المستخبية تتقيأها وتتوب عنها بالتضاع ولا تنتفخ. بيقول لهم انتوا بتنتفخوا، انتوا بتنتفخوا، انت عمال تخدم، انت عمال تقول كلام انت حافظه، انتوا عمالين تنتفخوا، بدل ما تنوحوا، بدل ما تتوبوا، بدل ما تصرخوا وتعيطوا، عمالين تنتفخوا وعمالين تتناقشوا وعمالين تتكلموا على بعض وعمالين تقولوا ده عاجبنا وده مش عاجبنا. ده وقت للنواح يا اخوة، ده وقت للتوبة، ده احنا نصرخ ونقول له توبنا فنتوب، توبنا فنتوب يا رب. احنا مش عارفين نتوب، جايين نقترب ونطلب الروح القدس ونقول لك توبنا فنتوب، لكن مش مستعدين ان احنا نتنزل عن المجد، مش مستعدين، مش مستعدين انه شعبنا ما يشوفش المجد بسببنا، بسببنا مش مستعدين. ارحمنا وتوبنا. بولس كتب كده لرسالة افسس، انا بصلي لكم ان تمتلئوا بروح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم. بولس شاف الصليب، شاف المسيح، شاف السماء، وقال أنا سمعت أمور لا يصوغ لإنسان أن يتكلم بيها، وشاف القداسة. وبولس أعلن لي بقوة، بقوة يا جماعة، بقوة، أعلن لي الحب، أعلن لي الحب، مش بس شاف القداسة، شاف الحب. عشان كده في أفسس 3 يقول إيه بقى؟ يقول أنا بحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح. أنا بصلي إنه تستنير عيون أذهانكم، أنا بصلي الروح الحكمة والإعلان إنه عينيكم تستنير. أنا راكع، أنا بصلي للاستنارة دي، أنا بصلي للإعلان ديت، حتى تستطيعوا أن تدركوا، تشوفوا، مش تعرفوا بعقلكم، تتملوا بالإدراك،
تدركه وتعرفه. طول والعرض والعمق والعلو، وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة. إيه ده يا بولس اللي أنت شفته؟ إيه ده يا بولس اللي أنت دقته؟ إيه ده يا بولس اللي أنت اختبرته؟ أنا شفت يا جماعة حب يفوق إدراكنا. أنا شفت حب عجيب. عشان كده بولس عارفين قال الكلمات يقول إيه؟ يقول إنه محبة المسيح تحصرنا. عارف الحصار؟ يقول محبة المسيح تحصرنا. وبولس عارفين يقول إيه؟ يقول الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. بولس أنت ليه بتبالغ كده ومش حبك أنت لوحدك؟ ده حب العالم كله. طبعاً هو حب العالم كله، بس من كتر ما وراني الحب، من كتر ما غرقت في الحب واغتصت في الحب، من كتر ما تعمدت في الحب، بقيت شايف قد إيه حبني، قد إيه حبني. إعلان الحب ده عمل إيه في حياتك يا بولس؟ وبيعمل إيه فينا لما فعلاً مش بنعرفه بس بعقلنا لكن بندركه؟ إعلان الحب يا جماعة خلى بولس، خلى بولس يشوف إنه كل غالي في حياته نفاية زبالة قدام فضل معرفة المسيح، قدام فضل إعلان المسيح، قدام فضل محبة المسيح. ده كان في الريسي، ده كان متربي عند أرجل غملائيل، ده راجل كبار قوي بولس ده. قال ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. خسارة، ده يستاهل إني أسيب الكل من أجله. ده حبني بجنون، ده حبني للمنتهى، ده حبني للمنتهى. عشان كده هما بيقولوا له ما تروحش أورشليم، وعمالين يعيطوا يقولوا له هتقيد. يقول لهم يا جماعة ده حبني ومات عشاني. أنا مستعد مش بس أقيد من أجله، أنا مستعد أموت من أجله. ده حبني للمنتهى، ده حبني محبة فائقة المعرفة. عشان كده ما كان لي ربح فهذا قد نسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء نفاية وخسارة من أجل فضل معرفة المسيح. بولس حسبتها صح. بولس يا بختك حسبتها صح. المؤمنين اللي بيعرفوا يعيشوا بحق وحقيقي للمسيح، اللي بيعرفوا يتبعوا بحق وحقيقي للمسيح، المؤمنين اللي شافوا الحب، اللي أعلن ليهم بروح الحكمة والإعلان محبة المسيح، بيحسوا إيه ده؟ عارفين زي التاجر أما لقى لؤلؤة كثيرة الثمن طبعاً راح باع. إيه ده؟ إيه شوية القلق العبيطة اللي عندي دي ما تسميش حاجة؟ هو باع عشان وجد، باع عشان وجد. عارفين الشاب الغني عشان ما شافش غير بعينيه البشرية ما عرفش يعمل اللي بولس عمله. الشاب الغني لما راح للمسيح وقال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية، وقال له أنا حفظت الوصايا، بيقول الكتاب إنه نظر إليه يسوع أحبه. والشاب الغني شاف في عينيه المسيح حب، بس شافها بعينيه البشرية بس، ما اتملاش بالإدراك، ما اتملاش بالإعلان. عشان كده لما المسيح قال له روح بيع كل اللي عندك واتبعني، اتلخبط. أنا شفت في عينيك إنك بتحبني، إزاي أنت بتحبني وعايز تحرمني من اللي عندي ومن ثروتي؟ ما قدرش، ومضى في طريقي حزينا. ما قدرش عشان ما شافش، ما قدرش عشان لم يعلن له. اللي مش بيشوف بيحس ما قدرش، أنا ما قدرش أسيب الحاجات دي، لا دي بحبها، لا دي بحبها، لا دي أنا متعلق بيها، لا أنا ما أقدرش أستغنى عن الطريقة دي في الحياة، لا أنا ما أقدرش. بولس يقول ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء نفاية وخسارة من أجل فضل معرفة المسيح. الحب خلاه يبيع. وعشان كده يا جماعة بولس لأنه أدرك إنه هو اللي كسبان، عايز أقول لكم إنه كل مرة المسيح يتحدى فيها الناس إنه أن أراد أحد أن يكون لي تلميذاً ينكر نفسه ويحمل الصليب ويتبعني، كتير بطلوا يمشوا وراه لما قال كده. قالوا إيه الكلام ده صعب قوي؟ حتى يسوع بص للتلاميذ قال لهم أنتوا كمان تحبوا تمشوا؟ كأنه عايز يقول لهم هما مش مدركين الدعوة، مش مدركين الدعوة. أنا وأنا بقول لكل مؤمن انكر نفسك واحمل الصليب واتبعني، أنا بدعو دعوة عمره، أنا بدعوه إنه هيدخل في علاقة وفي شركة حب لا تخطر له على بال. أنا اللي بقوله له شيل المعطلات، شيل الذات، عشان تعرف تختبر وتدوق وتدرك ويعلن ليك.
هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص. أنا مش بقول لك بيعة خسرانة، أنا مش بعرض عليك بيعة خسرانة، أنا بعرض عليك إنك أنت اللي هتبقى كسبان. الحب خلى بولس يحسبها صح وعرف إن هو اللي كسبان. الحب خلى بولس مهما مر من ظروف، مهما مر من ضيقات واضطهادات، ما يقدرش يشك ثانية في محبة المسيح، ما يقدرش، عشان شايفها يا جماعة، عشان ضايقها، عشان متلامس معاه، عشان لما بيقعد قدامه بيتغرق، بيلاقوا دش من المحبة، بيشوف إن هو حبه للمنتهى، بيشوف إنها محبة فائقة المعرفة. بولس عشت حياة سهلة؟ قال ده أنا دخلت سجون، أنا كذا مرة اتجلدت 39 جلدة، أنا اتكسرت بيا السفينة، أنا جعت، أنا تعريت. بس عارفين في روميا 8 يقول كده، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اللي يقدر يفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، جوع، عري، اضطهاد، اللي يقدر يفصلنا؟ أنا عايزكم تدوقوا، أنا بصلي إنه تتملوا بروح الحكمة والإعلان في معرفته. أنا عايزكم تدوقوا الحب، تدوقوا الحب. قلبي بيوجعني لما، بس مش بادنهم، أنا مقدرة، لكن بزعل لما بلاقي ناس تقول أنا زعلانة من ربنا. مش عارفة أوصف لكم العبارة دي بتوجع قلبي قد إيه. مش إن أنا بقول إزاي بتقولوا كده، لأ، مش ده اللي بقى، مش ده اللي بيحصل جوايا. أنا اللي بيحصل جوايا يا خسارة إن أنتوا مش ضايقين وشايفين، ولاقي نفسي عايزة أصلي لهم الصلاة دي، أدوقهم، خليهم يشوفوا يا رب. مش هيقدروا يزعلوا منك، مش هيقدروا، مش هيقدروا يزعلوا منك لو شافوا الحب. بولس شاف محبة المسيح يا جماعة، شاف محبة الآب، عشان كده قال الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. قال ده اللي الآب مرضاش إبراهيم يعمله في إسحاق، عمله هو في ابنه، بعينه ده ابنه الحبيب، هو اللي أعلن كده، قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. قبل ما المسيح يوعظ ولا يعمل معجزات ولا يخرج شياطين، من غير ما يعمل حاجة، قال ده ابني الحبيب، ده ابني الحبيب، ده الحب اللي بيربطنا حب أنتم عقولكم ما تقدرش تستوعبه. لكن قال الذي لم يشفق على ابنه، اللي ما خلاش إبراهيم يعمله في إسحاق، هو عمله. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ بولس الحب خلاه يبيع، الحب خلاه ما يقدرش يزعل وينفصل عن المسيح. يقول كحزانة، يبان كده إن إحنا حزانة، بس نحن دائما فرحون لأن إحنا فرحانين به، فرحانين به. وآخر حاجة أقولها عشان يبقى عندنا وقت للمينيستري تايم، إن الحب من كتر ما شاف الحب بقى قناة مفتوحة، إن الحب ده، نوعية الحب دي تتدفق من قلبه للآخرين. عشان كده يكتب للكنيسة يقول لهم احملوا بعضكم أثقال بعض، استحملوا أثقال بعض، لازم تستحملوا الضعفاء. يبكي ويقول أنا كنت أتمنى إني أكون محروم من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. يقول إن لي حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد. أنا كنت أتمنى، أود أكون محروم من المسيح من أجلهم. إيه الحب ده يا بولس؟ قال شفت الحب، شفت الحب، فتفتحت للحب. عشان كده بولس لما يكتب إنشودة المحبة المشهورة بتاعته، بصوا هتشوفوا واحد قد إيه مقدر الحب وبيتكلم على نوعية حب مش العالم ما يعرفهاش خالص. بيقول أنا إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فلست شيء، زيرو. إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ومش عارف المحبة ولا حاجة، ولا حاجة، ولا حاجة. يا جماعة المحبة غالية قوي، المحبة غالية قوي قوي. ويقول بقى مقياس للمحبة تحسوا إيه؟ يقول المحبة تتأنى وترفق، تطول بالها، تطول بالها. محبة مش بتحتد، مش بتظن السوق، مش بتطلب مال نفسها، بتصبر على كل شيء وبترجو كل شيء. ويقول نوعية المحبة دي لا تسقط أبدا، لازم تنجح. بولس دي نوعية جامدة قوي من المحبة. قال هو أنت هتحب بقوتك؟ وأنت هتحب بشطارتك؟ أنت بتحب لما بيعلن لك الحب، لما بيعلن الحب
وتشوف محبة المسيح الفائقة المعرفة، ساعتها الحب ده بيتدفق من قلبك للآخرين، فتعرف تحب بحقه حقيقي. ودي الوصية للمسيح وصاها للتلاميذ، قال لهم وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. أنت ليه بتقول عليها إنها جديدة؟ ما الناس طول العمر بتتكلم عن الحب، والأغاني بتتكلم عن الحب، والأفلام بتتكلم عن الحب. بيقول لا دي جديدة، عشان مش بقول لهم حبوا بعضكم بعض وخلاص، بقول لكم حبوا بعضكم بعض كما أحببتكم أنا. زي نوعية الحب اللي أنا حبيتكم بيها، أنتوا تحبوا بعض، أنتوا تحبوا بعض. تقدرش تحب بحقيقي، تقدرش تدي نفسك بحقيقي غير لو أعلن ليك الحب، غير لو أعلن ليك الحب. هختم بالموقف دوت ما أقدرش أنساه في حياتي. أول ما اشتغلت دكتورة التخدير وأنا صغيرة من سنين طويلة قوي، كانش لسه في الإمكانيات بتاعت دلوقتي، مونيتورز وحاجات. فأنا كنت بشتغل مع دكتور كبير لأن أنا لسه مش متعلمة التخدير، وكان بيعلمني درس بدرس. فأول درس علمهولي إنه وإحنا بندي حقنة البنج في الوريد لازم نحط إيدنا على النبض، على البلس، عشان ده اللي بيقول لنا إنه العيان كويس وعايش والقلب لم يتوقف، لأنه ما فيش مونيتور يقول لنا الكلام ده. فكان في واحدة ست عمرها 35 سنة، شباب، دخلت تعمل عملية بسيطة، دخلت تعمل عملية فتق، بس مش عارفة ليه الست دي كانت عمالة تعيط وتقول خدوا بالكم مني عشان أنا عيالي صغيرة. وإحنا نقول لها يا ستي دي عملية بسيطة وإنت صحتك كويسة وصغيرة في السن، إنت خايفة كده ليه؟ ونامت على تربيزة العمليات، وأول ما الدكتور ابتدى يديلها حقنة البنج، هو حاطط إيده على النبض وأنا حاطة إيدي على النبض في الإيد التانية، هوب ما لقيناش نبض. أنا طبعاً قلبي وقف في رجلي، أنا أول مرة بقى كنت أتعرض للموقف دوت، مفيش نبض، قلبها وقف بسرعة. المستشفى اتقلبت، والجراحين والدكاترة وجم يعملوا لها تدليك في القلب لدرجة تربيزة العمليات دي كلها حديد، دي جامدة جدا، اتكسرت من كتر ما مش معقولة الست دي مش متوقعة خالص إنها ممكن يجرى لها حاجة. في ناس أيوة مثلا ظروفهم الصحية وحشة، كبار قوي في السن، لكن دي ست صغيرة في السن وأدوية وحاجات عشان القلب يرجع يشتغل تاني، والست ماتت. بصوا أنا طبعا كان خبرة صعبة قوي في حياتي قوي، لأنه عمري ما شفت حاجة زي كده. بعد ما قلت العمليات فضيت بقى وشالوا الست، قعدت مع ربنا وقلت له يا رب انا بحلم كده وبتخيل لو الست دي صلينا لها، لان احنا كان كذا حد مؤمن في المستشفى جمعنا وصلينا لها وانت اقمتها، تخيل يا رب المعجزه دي كانت ممكن تعمل ايه. لان انا كتير كنت اصلي للمستشفى اقول له يا رب عايزه المستشفى تعرفك، عايزاها تخلص. المستشفى كانت اتقلبت، مش بس المستشفى، قلت له دي العباسيه كلها، دي مصر كلها، ليه يا رب الست ديت ما حصلش معها كده. لقيتها يومها في قلبي قال لي الكلمات ديت، قال لي نورا انا مفيش مشكله بالنسبه لي اني اعمل معجزه، انا اله الايات والعجائب، ويا ما هتشوفوا معجزات في مصر وهتشوفوا اقامه موتى في مصر، بس انا المعجزه اللي انا طالبها من المؤمنين وطالبها من كنيستي اللي هتغير المجتمع معجزه الحب. لو عرفتوا تحبوا بحقيقي، لو عرفتوا تحبوا بنفس نوعيه حبي، لو عرفتوا تحبوا المحبة اللي بتتأنى وبترفق، اللي مش بتطلب ما لنفسها، اللي مش بتظن السوء، المجتمع هيتغير وحيجي يسألكم عن سبب الرجاء اللي فيكم. أنا عارفة قيمة الحب، بس يومها مش عارفة أوصف لكم، كأنه استعلن لي يا رب يا ده الحب غالي قوي. طبعا الحب غالي قوي، عارفين الحب غالي لدرجة إيه؟ إنه خلاه يروح للصليب. الحب غالي، من غير الحب ما كانش راح للصليب. الحب غالي لدرجة إنه راح علشانك على الصليب. صلاتي ليا ولكل مؤمن وللكنيسة في أرض مصر والكنيسة في المنطقة كلها، يا رب ادينا روح الحكمة والإعلان في معرفتك. عايزين نرجع نشوفك، عايزين نرجع نشوف قدستك، عايزين نرجع نشوف محبتك، حياتنا تتغير. أمين. ممكن فريق التسبيح يجي على المنبر.
بتفضلك ما تقومش دلوقتي من قصاد التلفزيون، ما تقوليش الاجتماع خلص، الوقت الجاي ده وقت غالي قوي. سيب الروح القدس يتعامل معاك ومع قلبك ومع عينيك الداخلية. سيب ربنا يتكلم ليك. تعالى قدامه، تعالي قدامه، حتى لو حواليك ناس كتير في الأوضة، بس غمض عينيك وتكلم معه. هو قل له أنا جاي يا رب قدامك، وجاي النهاردة بصدق، وقل لك أنا مش عايز أخبي اللي جوايا، أنا خبيت كتير، والنهاردة عايز أقول لك أنا مش فارق معايا الناس، أنا فارق معايا أنت. أنا أحزنتك كتير، أنا الشر قدام عينيك صنعت. جاي أقول لك النهاردة امتحني واختبرني، جاي أقول لك بكتني وتوبني. أنا بعدت خالص عن التوبة، التوبة بقت موسمية في حياتي يا رب، بس أنا النهاردة جاي أقول لك يا رب تعالى بروحك توبني فأتوب. مش بعرف أتوب من نفسي، قلبي اتأسى بسبب الأمور اللي احتفظت بيها كتير في حياتي، بس توبني فأتوب يا رب، توبني فأتوب، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. لو عايز تقف وانت في الأوضة بتاعتك وانت في المكان بتاعك، وقف واحنا بنقول وبنصلي الكلمات ديت. بكتني يا روح الله، يا رب تعالى بكتنا، يا روح الله تعالى بكت الكنيسة، تعالى اقوى على قلوبنا اللي تأسد وعلى ضمائرنا اللي تأسد. بكتني يا روح الله، بكتني.
عميقة يا رب. مش عايز يا رب أسمع كلمة لقوم عادة. لا يا رب، لا يا رب، أنا جايب إخلاص قدامك. هجاي أقول لك الخطية لو وقعت فيها كتير، فكني، حررني، قربني من نورك ومن قدستك، اغسلني بدمك يا رب. أعترف قدامك أني بحبها، بس قدام قدستك يا رب عايز أكرهها. افتح عيني عشان أشوف أنا إزاي بعمل الشر قدام عينيك، إزاي بأخطئ إليك يا رب. لما خنت مراتي أنا أخطأت إليك قبل ما أخطأ ليها، لما ما كنتش مستقيم في شغلي أنا أخطأت إليك قبل ما أخطأ لرئيسي، لما تكلمت عن إخواتي أنا أخطأت إليك لأنهم ولادك قبل ما أخطأ في حقهم، أنا لما تكلمت عن القادة أنا أحزنت قلبك عشان أنت اللي قلت لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. أنا مرضيت أنه قلبي يفضل فاتر في المحبة وبعيد عن محضرك. أنا أحزنت قلبك لأني ابنك اللي مش عايز يتقابل معاك ويجي في صدرك وعلى حضنك. سامحني، من زمان ما قلت لكش سامحني، بس جاي أقول لك سامحني يا رب، سامحني. بعترف قدامك أني ما استحقش دماء الذبيح، بس هي سالت علشاني والصليب يا رب فداني. برجع لك، أنا النهاردة يوم رجوع ليك يا رب، يوم رجوع للكنيسة لقلبك، يوم رجوع لينا يا رب ولادك يا رب لحضنك والمحبتك والرؤية يا رب شخصك. بعترف قدامك يا رب. بعترف قدامك يا يسوع المسيح
تخليناش نهرب من التوبة. بفضلك ما تخليش حياتنا بعيدة عن التوبة. كمل تحاصرنا، كمل تحاصرنا، كمل تطهرنا، كمل تنور على كل حتة ضلمة في حياتنا، كمل تكشف لنا بعمل روحك يا رب. كمل معانا، احنا عارفين انك بتحبنا، احنا عارفين انك عندك امل فينا، عشان كده جايين نقول لك كمل يا رب، كمل 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 يا رب. عمق عملك يا رب، عمق عملك، وخلي الحفر اللي بنحفرها تتعمق 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 يا رب، عشان احنا عايزين الميه، عشان احنا عايزين المجد يا رب. عايزين كنيسة تشرفك، وكنيسة تحمل حضورك ومجدك يا رب. خلونا نختم واحنا بنقول له يا رب، عايزين نشوف الحب يا رب اللي اتكلم عليه بولس، عايزين نشوف المحبة الفائقة المعرفة. غرقنا بالحب، قلوبنا اللي نشفت تتغرق بالحب يا رب، أرضنا اللي نشفت تتروي بالحب. عشان كده خلونا نختم واحنا بنقول له غني أغنيات محبتك على قلبي يا رب. مين زيك انت يا رب؟ مين زيك انت؟ متشكرين انك انت لينا، متشكرين ان انت بتسمينا عروستك يا رب. صدقين يا رب، عمل روحك ليكمل ويكمل ويكمل يا رب طول الاسبوع دوت يا رب. انا بصلي ليا ولاخواتي ولكنيستك، كمل عملك معانا، اصنع مننا الكنيسة اللي حسب قلبك، اللي تصر قلبك يا رب، اللي تفتخر بيها وتقول دي عروستي، تستاهل، تستاهل اللي عملته علشانها، تستاهل اللي عملته علشانها. مبارك اسمك، ليك كل المجد والشكر. أمين.